أنعي شهداءنا، ده واجب يعني. شهداء الوطن، الأبطال، أبطال القوات المسلحة المصرية في سيناء الذين استشهدوا اليوم وأصيب بعضهم في حربهم الضروس الشرسة التي هي قد تفوق الحروب السابقة، تفوق عنها، ضد الفكر التكفيري الإرهابي الذي له آيات خفية لا نتكلم فيها، ولكن نحن في ظاهر الأمر أنهم يحاربون هؤلاء التكفيريين ضد أعداء أنفسهم وضد الحياة وضد الحضارة وضد الإسلام، ولكنهم عندما رأى الإنسان شهداء الوطن هؤلاء في الصاعقة في الجيش المصري ومن يساعدهم من الدولة المصرية، فالله عز وجل إن شاء الله يتقبلهم في الشهداء عنده ويجعل أرواحهم في حواصل طير خضر كما قال صلى الله عليه وسلم تسرح في الجنة، ونقول لذويهم ونقول لمحبيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنعزي أنفسنا، نعزي الوطن جميعا، ولكنهم هم مرفوع القامة، ولكنهم هم يضحون بأنفسهم من أجل الوطن كله ومن أجل كرامة كل إنسان على هذه الأرض، بل من أجل كرامة العرب جميعا والمسلمين، ولندرك هذا تماما، فمصر تعطي لكل العرب والمسلمين. نأتي في جنة الخلد إن شاء الله. في جنة الخلد إن شاء الله.